انخدمت لأنه في يوم من الأيام كان عندي طموح إنه هذه المنطقة يكون فيها مخيم سياحي. المخيم عبارة عن مجموعة مرافق، سواء كانت مرافق صحية أو خيم مبيت أو مطبخ وصالة طعام وخيم بدوية. هاي واحدة من الخيم المبيت، بدنا نفرجيكم إياها. تحتوي على فرشتين وعلى حرامين وعلى علاقة وعلى فانوس. هذا المكان صالة الطعام، بتم فيه وجبة الفطور والغداء والعشاء. اختيار هذا المكان كان الإطلالة جميلة، بطل أيضا على منطقة طولها 165 كيلومتر من البحر الميت وحتى وادي عربة. أثرت علي منحة الاتحاد الأوروبي على حياتي إنها وفرت لي أول شيء فرصة عمل إلي، إن وفرت عدة فرص عمل وراح أوفر فرص عمل أكثر في حالة توسعته. قبل منحة الاتحاد الأوروبي كنت أنا شغال، بلشت في سكينة ثمنها 20 دينار. هلأ أنا عندي أدوات وعدد خاصة في المطاعم والمطابخ. منحة الاتحاد الأوروبي صرنا 9 موظفين، كلهم من عجلون، كلهم من المناطق المحيطة. Here we are standing at this beautiful forest here in Jordan, and that's where we have witnessed today the landmark of 47 projects, all of them in support of women, gender equality, as well as supporting local economic development. قدمت للمنحة أولاً لتحسين الدخل، سواء كان دخلي أو دخل الناس اللي أنا باخذ من عندهم الحليب. كنت أشتغل 50-60 كيلو يومياً، بلشت أشتغل على 250-300 كيلو جرام يومياً. This project has been able to attract women, in particular women entrepreneurs, in developing the economy. And it has shown that with the opportune training and development opportunities, women can become actors of development and actors of change. And I think that this is a lesson that we have to learn in order to identify what are the obstacles that prevent Jordanian women from becoming effective participants in the workforce or effective entrepreneurs, in order to give them the tools and the opportunities that they need in order to flourish and develop. زمان ما كان يشتغل ستات عندنا في مطاعمنا وفي المطابخ، هلا انا موجود عندي 4 صبايا بيشتغلوا معي في المطعم. يعتبر هذا المشروع حقيقة من قصص النجاح المهمة للتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي على الدعم الكبير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن الذي قدم الدعم الفني لإنجاح هذه المشاريع. نتمنى أن تعمم هذه التجربة في كافة محافظات المملكة والاستمرار دائماً.